بالتالي خلينا نروح لتفاعل جمهور النادي الاهلي معانا على صفحات القناه المختلفه على السوشيال ميديا. وكان سؤال الحلقه توقعاتهم لتشكيل الاهلي في مباراه بيراميدز بكره ان شاء الله. نبتدي بمعاذ حمدي الازهري، قال علي لطفي، احمد فتحي، ياسر ابراهيم، محمد هاني، ايمن اشرف، ديانج السوليه، كهربا، افشه، الشحات، مروان الهداف. اتمنى الفوز للمارد الاحمر باذن الله تعالى. احمد اي اس سي قال علي لطفي، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، هاني وفتحي وديانج، حمدي فتحي، كهربا، جيرالدو، افشه، مروان ويريح السوليه واجايه. هنشوف مستر موسيماني هيعمل ايه في الجزئيه دي تحديدا. محسن عبد الهادي قال علي لطفي، محمد هاني، ياسر، احمد فتحي، وحيد، ديانج، حمدي فتحي، صالح جمعه، اجايه، مروان، محسن، وحسين الشحات. كمان لسه في بعض التفاعل. نقول احمد مصطفى قال علي لطفي، ياسر ابراهيم، احمد فتحي، محمود وحيد، محمد هاني، حمدي فتحي، السوليه، الشحات، كهربا، افشه، مروان محسن، هشام صلاح، قال لطفي واحمد فتحي وياسر ابراهيم ومحمد هاني ومحمود وحيد، وفي نص الملعب ديانج والسوليه، وقدامهم اجاييه ووليد سليمان وكهربا، وقدامهم مروان محسن. مصطفى عرفه قال علي لطفي، احمد فتحي، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، محمد هاني وحمدي فتحي، عربي بدر واجاييه، افشه وشادي رضوان. ممكن شادي رضوان يبتدي، هنشوف، وايضا مروان محسن. دي كانت بعض يعني توقعات جمهور الاهلي لتشكيل الفريق قبل مباراه بيراميدز باذن الله بكره. دي كمان كانت حلقتنا النهارده من ترند. بكره هيكون عندنا حلقه مهمه لان هنتابع فيها كواليس كل ما قبل مباراه الاهلي وبيراميدز، اللي اكيد بنتمنى فيها كل التوفيق للنادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله يكونوا ثلاث نقاط جديده في مشواره وفي بطوله الدوري المحسوم بالنسبه له. لكن دايما نبقى عارفين اهداف الاهلي وطموحاته من اي مباراه هو بيشارك فيها ايا كان الدوري اتحسم ولا لا. نتمنى لهم باذن الله التوفيق، وبكره متابعه وفيه لما قبل هذه المباراه. الى اللقاء.